مره نجيو لهذا المسار ديال الحجر النحل، ما سبقناش جينا له، يعني ما عارفينش شنو يكون، عارفينه سطحيا. المده ديالو تقريبا واحد 29 كيلومتر. الرحالة لهواة المشي بطنجة هي إطار جمعاوي تم تأسيسه سنة 2014 من طرف مجموعة من شباب مدينة طنجة، والغاية كانت هي محاولة تأسيس إطار جمعاوي قانوني يعمل على إشاعة ثقافة المشي بمدينة طنجة ولما لا بالوطن عموما. كيف ما كتشوفوا احنا دائما في الخرجات ديالنا من بعد واحد ساعة ونص تنجو سوايع الطريق كنعملوا واحد استراحة اللي كتسمح للمشائين انهم يجددوا الطاقة ديالهم، ياخذوا واحد فطور صحي رياضي، ولا أغلبية ديالهم كيكونوا خذوا فطور في الدار، كيجيو من هنايا كيجددوا الطاقة ديالهم عيب شي فاكهة معينة ولا فواكه جافة. اكتشفت هواية المشي مع جمعية الرحالة لهواة المشي بطنجة، اكتشفت واحد المتعة كبيرة كتعجبني بزاف، كنخرجوا كنمشيو للطبيعة كنتلاقاو مع ناس جداد، وفي نفس الوقت كتعجبني بزاف حيتاش عندي أطفال كنقدر نخرجهم معايا، حيت الجمعية كتنظمنا خرجات خاصة بالأطفال، يعني كنقدر نديهم نمشي معاهم كنستمتع معاهم أولا كنمشيو مع الكبار. جمعية الرحالة لهواة المشي في المرحلة الحالية كتعرف واحد طفرة نوعية، سواء من توسيع القاعدة ديال المستفيدين من الأنشطة ديالنا، فالملاحظ بأن الأطفال كنستهدفهم درجة أولى، تنظيم خرجات لفائدة الأطفال، كيستافدوا أيضا من الخرجات ديال الجمعية كبار السن، رجال، نساء، جميع الفئات العمرية. أيضا نسعى في الفترة الحالية إلى تنظيم ملتقيات ثقافية تعنى بشؤون رياضة المشي، الهدف من هذا الشيء كامل هو الانفتاح على المواطن المغربي والمجتمع المغربي، باش ما تبقاش ثقافة المشي منحصرة في بعض الأفراد وواحد عينينا، فالجميع يقبل على هذه الرياضة. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتيف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.